فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نطق القرآن الكريم والسنة النبوية، الوحي يشمل القرآن والسنة، نطق الوحي قرآنا والسنة بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم مكذب للوحي، كذب لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثناء متكرر على صحابة رسول الله، في أولها يقول: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. وقال في آخرها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، يعني صفتهم في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام فيها صفة الصحابة، هذه صفتهم في التوراة. ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هذه في الصحابة رضي الله عنهم، هذه صفتهم في التوراة وهذه صفتهم في الإنجيل. وقال: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة. نعم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نعم.